السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي سيزين شانيل. بناء على طلب بعض الأخوات غادي نبقى نقترح عليكم وصفات طبيعية مجربة وفعالة خاصة بالمرأة الحامل. اليوم غادي نشارك معكم أقوى وصفة طبيعية لإزالة الكلف والبقع الداكنة من الوجه عند المرأة الحامل وغير الحامل. أولا نبغي نعرفكم بمعنى الكلف، والذي يظهر في أغلب الأحوال عند حلول الشهر الرابع من الحمل، وهو يحدث نتيجة تجمع الصبغة الجلدية في بعض مناطق الجسم. المناطق التي يظهر فيها الكلف في الجسم: الوجه، العنق، الصدر وحول العينين. أكثر النساء التي تعرضن لظهور الكلف في أجسامهن هن النساء صاحبة البشرة الداكنة، ويقولوا عند النساء صاحبة البشرة الفاتحة. اليوم عبارة عن ماسك لمحاربة وإزالة الكلف والبقع الداكنة من الوجه. نخليكم مع الوصفة. غادي نشارك معكم وصفتي الخاصة لإزالة الكلف. غادي نحتاجو بطاطا محكوكة، حليب بودرة نيدو، نشا، والطين الأخضر. إلا ما كانش عندكم الأخضر استعملوا الطين الأبيض. في واحد البول كندير ملعقة كبيرة ديال البطاطا محكوكة، كنضيف ليها جوج معالق صغار ديال نيدو، حليب البودرة نيدو، كنضيف ليهم جوج معالق صغار ديال النشا، جوج معالق ديال النشا والمايزينا. كنمزجهم مزيان. هم الطين الاخضر، الا ما كانش متوفر عندكم تستعملوا الطين الابيض. كنضيف واحد المقدار ديال معلقه صغيره. هذه الوصفه خاصه بالنساء الحوامل. كنمزجهم مزيان المكونات. نسيت ما قلت لكم شي البنات، كنجمعوه بماء ورد. نضيف ليهم ماء ورد، بعض القطرات. هاد الوصفة خاصة بالنساء الحوامل. انا شخصيا كنستعملها. كنمزجو مزيان العناصر باش تطلق بطاطا، باش بطاطا تطلق المكونات ديالها. ابخي كنصفيو هذا الخليط وكنستعملو هذا الماء، تنديرو على وجهنا مده ديال 20 دقيقه، وتنغسلو الوجه ديالنا بماء دافي. كنصفيو المكونات كاملين. كنستعملو هاد الماء، كنديروه على وجهنا، كنخليوه واحد المده ديال 20 دقيقه، وكنشلوه بالماء دافي، وكنستعملو الكريم ايدغاتونت. هاد الوصفه جد رائعه وفعاله. هاد الوصفه خاص تستعملها المراه الحامل واحد المده ديال 3 مرات في الاسبوع وتداوم عليها. علاج وتجنب ظهور الكلف، ينصح باتباع هذه النصائح السحرية، هي أن الوقاية خير من العلاج. احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك. ابتعدي عن التعرض لأشعة الشمس لأوقات طويلة، وقبل التعرض للشمس قومي باستخدام كريمات خاصة للوقاية من أشعة الشمس. احرصي على شرب المياه بكثرة. قومي باستخدام مرطبات للجسم، بممارسة رياضة المشي لأنه يزيد من نشاط دورتك الدموية، مما يحافظ على جلدك وبشرتك. أتمنى تجربوا وصفة اليوم فعالة ومجربة. ما تبخلوش عليا بدعمكم وتبارتجوا قناتي في مواقع التواصل الاجتماعي مع أحبابكم وصحابكم، وما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم وتلايكيو الفيديو. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس، وميعادنا في الفيديو الجاي.